دنيا بوطازوت توجه رسالة نارية مشفرة لزميل لها بالمجال الفني. إليكم التفاصيل. وجهت الفنانة دنيا بوطازوت رسالة نارية مشفرة لأحد زملائها بالمجال الفني، وذلك عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام. وجاء في التدوينة لبوطازوت: النجاح يحكم يا عزيزي مقهور، وغدا ألقاك في عقر دارك. مقهور مقهور، لولا قهرك ما تحدثت عني في كل مكان. وتبعت قائلة: أنا الوحيدة اللي قلت لا لجبروتك، فأنا أسير وأنت تعوي ورائي، ولن أعود لن أعود، فاكتفي بعبيدك الذين يطلبون لك، فأنا أعبد الواحد الأحد الذي لا يموت. للإشارة أن الفنانة دنيا بوطازوت تشارك خلال هذا الموسم الرمضاني بأكثر من عمل، إذ تجسد دور البطولة في سلسلة الكوميدية أولادي الزا، وهو العمل الذي أدت لأول مرة في مشوارها الفني أغنية الجينيريك الخاصة به. إضافة إلى ذلك، تشارك بوطازوت في بطولة المسلسل الدرامي الاجتماعي جوجوجوه، إلى جانب الفنانة سحر الصديقي، عزيز داداس، طارق البخاري وآخرون.